طبعا انا مبسوط اني معاكي ومبسوط في العالمين، وده حدث عالمي حلو جدا يعني. طيب فخلينا ممكن مثلا نسمع دلوقتي الاغاني اللي هنقولها. نسمع. طب طب يعني نطلع مع بعض ولا ما ينفعش لا، نصور؟ عايزة بس أعرف محضر إيه للناس في مهرجان العالمين؟ محضر؟ لا، في بخليها مفاجأة عندنا مفاجآت يعني النهاردة يعني. على الستيج، طبعا، في أغاني طبعا، جديدة سامحني ونزلت يابا، في وكده. حاجات، طبعا في الحاجات اللي هي الحمد لله عايشة مع الناس، تترات المسلسلات والاغاني بتاعتي خاصة، وفي اغاني جديدة نزلت الناس برضو عجباها، فغنيها لها النهاردة لايف، يمكن اول مرة اغنيها النهاردة في العالمين لايف. طب دي يعني حاجة تسعد الناس جدا في انا المهرجان، سعداني طبعا جدا. خصوصا ان الناس في مهرجان العالمين بتستنى المفاجآت دي.